بوش. بمب. اسمع. فايدة أي. وين هذا؟ غزالة. تاخذك معها غزة. خليه عشان. أنت يا محمد؟ نعم. خليتها؟ نعم. هذا أبو هدى. نقص أصابع أيديهم طبعا تشوهات، وفيش أطراف يعني سفلية رجليهم مش موجودة طبعا، وهذا والله أعلم عمل وراثي يعني ما حددوش الأطباء بالضبط إيش، بس هو عمل وراثي يعني والله أعلم. طبعا نحن بنعاني إنه إحنا على الدور الرابع طبعا مش دور أرضي، طبعا معاناة في الدرج في طلعتهم في نزلتهم، بروحوا على المدرسة أنا طبعا بوديهم أنا بجيبهم بطلعهم أنا وأمهم مثلا، طبعا في الدار طبعا البيت مش مهيئ للحالات اللي زي هيك يعني عندهم إعاقة إنهم يتحركوا براحتهم الأرضية، ووضع البيت يعني سيء بسبحوا سباحة طبعا على الأرض، طبعا هذا عبء عليهم وتعب طبعا. طبعا هم مش متأقلمين زي باقي الأطفال يعني بيلعبوش براحتهم بحرية في الشارع يعني ما بقدرش ينزلوا وقت ما بدهم زي أي طفل يعني ويطلعوا، طبعا تعب عليهم بخاف أنا يقعوا على الدرج. طبعا والوضع المعيشي صعب يعني انا عامل وبشتغلش يعني في الاسبوع ممكن اشتغل بس يومين يعني قد يومين ثلاثه او مرات يوم بشتغل في الاسبوع، فبقديش متطلباتهم يعني وبحتاجهم حاجات كتير علاجات يعني بمبة زواعب استهلكوا طبعا هوا السباحه انهم بسبحوا، طبعا الاشياء دي معاناه يعني الواحد مش قادر يتحملها يعني ما في شيء طبعا جمعيات او مؤسسات تدعم الاشياء هذا يعني توفر لهم الرعايه يعني او دعم او اشي مادي يعني او معنوي انه يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. طبعا ما عندكم مثلا كروسه تساعدك على تأسيس كروسه؟ بس انا حلو مرات لحالهم بطلع طبعا، لكن عيب مرات احنا بنطلعهم بننزلهم بكونوا مش خميسه احنا غرقانين بضطروا ما يبرموش على المدرسه في الشتاء. لك الدكتور او شو اسم الأصابع الحالة هذه؟ كان باي؟ وعندك تكتب زي ما بده. وعندك تكتب شو لك تكتب محمد أشوف؟ اكتب اسمه. أيوة قرب هنا بانيو كمش مبين بولا يلا نروح على المدرسة. هي ابو هاني ابو هاني ابو هاني ابو هاني كيف الروح تطلع سمك تعال هم ولك وحشوني ترى بالصندوق تعال استناك بالصندوق تعال استناك بالصندوق حماد ترى لا 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 لا